هنا حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب خلال الجلسة الإجرائية التي عقدها المجلس في مستهل دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، كما هنأ جلالته نواب رئيسي مجلسي الشورى والنواب بمناسبة انتخابهم. وأعرب حضرة صاحب الجلالة حفظه الله عن أخلص تمنياته للجميع بدوام التوفيق والسداد في تحمل هذه المسؤولية الوطنية لخدمة الوطن والمواطن.